Naassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back to class. Uh, this is uh we are still on Moroja al al mudud. That is a revision on the elongations being taught, and the the three we joined together as a passage. Okay, so uh, which is good to read. Now let's go. Sami wa yusuf Sami أقاربه ويساعد جيرانه يوسف قرأ كتابه وذاكر دروسه سامي يزور يوسف في مرضه يوسف برئ فحمد خالقه <applause> The عائشة وخديجة خا جارتان عائشة تطيع والدتها وأباها وتحافظ على كتبها خديجة تحافظ على صلاتها وتقول سعادتي. في dين وطاعت خالقي ساmي ويوسف صdيقان sاmي yزuر أقاربه ويساعd جيرانه يوسuف قر كتابه وdذاk ردروسه ساmي yزuر yوسf في مرdه يوسف بريء بريء فحمد خالقه عائشة وخديجة جارتان عائشة تطيه والدتها واباها وتحافظ على صلاتها خديجة تحافظ على صلاتها وتقول sa'adati fi dini wa ta'ati khaliki salam alaykum wa rahmatullahi wa